السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير كما شفتوا في المشهد هذا مشهد سينمائي تاع انفجار وسياره عسكريه يعني في منطقه صحراويه المشهد هذا مخدوم كامل بال بالتودي يعني بالثنائي الابعاد ماهوش ثلاثي الابعاد مخدوم يعني تقريبا رياليستيك المشهد هذا كما راكم تشوفوا استخدمت فيه ثلاث برامج اللي هما الفوتوشوب والبريمير للمونتاج فوتوشوب لتعديل الصور وبريمير للمونتاج وال وال الافتر يعني لل يعني تركيب المشاهد و فيها والانيميشن وحتى يعني تفريغ تفريغ المشاهد ولا تفريغ الفيديوهات من الخلفيه الخضراء جرين سكرين آه راح على بركة الله نشوفو كيفاش كيفاش خدمنا المشهد هذا آه كما راكم تشوفو هنايا يعني على الفوتوشوب آه حطينا المشهد ولا حطينا الصورة الاولى اللي او الصورة الرئيسية اللي فيها السيارة وفيها يعني المحيط اللي هو محيط صحراوي environment مشهد يعني في الصحراء أه نقوم يعني بتفكيك الصورة أه يعني عزل السيارة من الـ Environment نعزل السيارة اولا كما شفتوا أه من بعد عزلنا السيارة حتى السيارة يعني فككناها ما فككناهاش يعني مئة بالمئة إنما فككنا العجلات كما راكم تشوفوا العجلات عن الهيكل يعني ذاتس أول هذا واش كاين يعني وفيها يعني بعض بعض الروتوشات يعني باش الامر يبقى ولا الصورة تكون تكون واضحة وما تكونش فيها يعني اخطاء ولا التركيب تاع الصورة ما يكونش خاطئ آه يعني آه مثلا الهيكل اللي يكون فوق يكون فوق العجلات من بعد كيما راكم تشوفوا غيرنا الخلفيه آه غيرنا الخلفيه آه ولا غيرنا الوسط غيرنا المحيط الصحراوي آه نفس يعني تقريبا هو نفس نفس المحيط ولكن باش نقدر نتحكموا في المشهد آه مئة بالمئة آه نظن انه في الفوتوشوب آه في الفوتوشوب آه 24 آه الاصدار تاع 24 نقدروا في نفس نفس المحيط يعني نعزلوا السياره من بعد آه في في الصوره الرئيسيه نقدروا حتى ان نحجبوا السياره يعني وتبقى الانفايرومنت عندنا بلا ما نغيروا يعني الانفايرومنت او الصوره تاع الصحراء كما راكم تشوفوا هنايا أه رسمت رسمت الظل الظل تاع السياره هكا رسمت الظل تاع السياره أه حاولت اني نعطي للظل أه أه نعطي للظل واحد يعني أه واحد التكستير ولا واحد واحد النعومه واحد يعني نخلوه ظل أه واقعي يعني واحد الواقعيه في الظل من بعد مدينا ظل العجله الخلفيه العجله اللي يعني السوداء الظل يكون قاتم يكون يكون اسود بزاف ونتحكموا فيه يعني حتى يعني نمزجوه مع الظل الرئيسي تاع السياره كامل باش ما يكونش كاين قطع ولا يكون اسمه من بعد هنايا باش يكون المشهد واقعي لازم آه الاعشاب هذو اللي يكونوا قراب هما اللي قدرنا نتحكموا فيهم يعني نحذفوهم نوعا ما نحذفوهم من بعد نضيفوا آه في الافتر ايفكت نضيفوا اعشاب آه تكون حقيقيه وتكون تتحرك بالجرين سكرين يعني بالخلفيه الخضراء دوك نشوفوا كيفاش علاش نحينا هذوك الاعشاب لانه شغل كي تكون كاينه ريحو كامل الاعشاب هذو اوتوماتيكمون آه لازم تكون تتحرك لذلك نحيناهم باسكو ما راحش نقدروا نحركهم وحدهم راح يتطلب منا وقت كبير هنايا آه فككنا المشهد عزلنا الجبل على المشهد يعني باش نقدروا نحطو خلفو الانفجار من بعد نروحوا للافتر ايفكت نحطو الصوره تاعنا على صيغه تاع بي اس دي تاع فوتوشوب ديريكت باش نقدروا نتحكموا في كل لاير وفي كل طبقه نقدروا نتحكموا فيها وحدها كما راكم تشوفوا اذا كان فيه شويه صوت مزعج تاع تعال... تاع تعال... سكان الحي هنايا فاعتذر كما راكم تشوفوا هنايا أه حاولت نمد واحدة الانيميشن خفيفه هكا تاع السيارات تكون تتحرك بسبب ريح انيميشن ماهيش واقعيه مئة بالمئة حاولت اني نعطيها وشوية شويه واقعيه وحاولت اني نخليها تكون تكون كيما المشاهد تاع تاع 3 دي ماشي تكون واقعيه مئة بالمئة كما راكم تشوفوا نحركها يعني تطلع وتهبط ذاتس اول هذا ما كان يعني بسبب الريح تكون زعما ريح مثلا ريح قويه جدا ريح تاع الصحراء ريح قويه جدا ليتحرك يتحرك السياره يعني يتحرك الهيكل تاع السياره يطلع ويهبط شويه نوعا ما فوالا في كل يعني في كل في كل كي فريم نطلع ونهبط السياره ولا حتى إنه السياره كي تكون كي تكون المحرك تاعها شاعل تكون تتحرك نوعا ما بهذه الطريقه <applause> هنا تحكمنا شويه في الـ في الكيرف تاع الكي فريمز باش تكون شويه تاع واقعيه تكون سموث تكون شويه سموث في الأخرى ما تكون شارب ما نكذبش عليكم يعني انا في هذه يعني كانت تجربه لي فقط ما باش نقول لكم باللي الشيء هذا خادم ومقبل وكذا منا نو كانت تجربه لي خدمتها قلت علاش لا لا ما نصورهاش ونشاركها معكم واذا كانت النتيجه يعني من جيده الى من حسنه الى جيده ننشرها و باش يعني اذا كانت جيده يعني ما راحش نضيع لكم وقتكم ولاحظت انها نوعا ما جيده والحكم يعود اليكم يعني اذا كانت جيده فخلونا تعليق وقولوا لنا باللي الامر هذا جيد واذا شفتوها باللي يعني آه فيها نقائص ولا فيها شيء يعني آه محتاج نزيدو نعدلوه ولا نزيدو نتعلمو عليه فماذا بيكم يعني تشاركونا كما راكم هنا هنايا راني نحرك في الهيكل آه طلب مني آه وقت شويه تاع وقت يعني هيك شغل آه نا نا نشوف يعني نخدمهم بعد نعاود نواسي نعاود نعاود نرجع للكي فريمز نعاود نتحكم باش تعطينا شويه تا رياليستيك شويه واقعيه هنايا قمت بعزل العجله الاماميه باش يعني الهيكل آه ما يجيش آه خلف العجله ويعني ركبت العجله آه مع الهيكل باش يعني تكون واحد كيفاش نقولوا واحد الترتيب يعني بين العجله والهيكل يكون ترتيب آه منطقي نقدرش نديرو العجلة فوق الهيكل مباشرة لأنه راح تكون خارجة على الهيكل وما نقدروش نديرو الهيكل كله فوق العجلة لأنه آه نصف الهيكل يعني الأمامي من آه الزاوية هذه اللي راكم تشاهدوا فيها راح يكون خلف العجلة وخلف جزء من العجلة وحتى العجلة الجزئية آه العجلة آه آسف العجلة الخلفية يعني حاولت اني نعزلها ولا نعزل جزء منها ولا ندير الترتيب مع الـ مع الـ مع الهيكل مع 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 تاع السياره كما راكم تشوفوا وبقيت نشوف يعني الانيميشن او التحرك تاع الهيكل مع العجله او العجلات العجلتين الاماميه والخلفيه باش نمد واحد الصوره ولا واحد المشهد يكون نوعا ما منطقي وواقعي يعني هنا اه راني صراحة يعني أنا راني اه نتعلم ونشارك معكم التعلم التاعي ماله انتم ما طوني رأيكم هنا والله صراحة كنت نجرب يعني اه نشوف نشوف ترتيب تاع العجلة كيفاش العجلة تظهر بالماسك هنا كنت يعني نستخدم الماسك آه، نعزل واحد الجزء من العجلة باش تكون الهيكل اللي يكون فوق العجلة ولا يكون خلف العجلة يعني على حسب على ترتيب تاع الهيكل مع العجلات تاع السيارة تمام تمام وبقيت نشوف يعني حتى الحركة تاع الهيكل اسكو يعني اسكو منطقية ولا لا لا بقيت نشوف ثاني مع العجلة هنا يعني جبت الاعشاب او الـ يعني الـ هذو الاعشاب اعشاب صحراويه وضعتهم يعني في الاماكن تاعهم اماكن مناسبه يعني وبحثت على باليش ايوا يتظهر هنايا يعني الاباكس استخدمت العزل يعني عزل الباك جراوند او عزل الـ الخلفيه الزرقاء هذيك على على العشب هنا دايرين خلفيه زرقاء علاش باسكو العشب جاي اخضر تما يديروا له خلفيه زرقاء ما يديرولوش خلفيه خضراء لانه اذا عزلت كانت خلفيه خضراء والعشب اخضر وعزلت الاخر راح الجزء من العشب راح يروح يعني راح باسكو عنده نفس لانه عنده نفس اللون الاخضر هنايا حاولت اني نرجع العشب من اخضر الى شويه يعني شويه يابس اللون يعني لون لون شويه كشغل لون تاع عشب تقريبا ميت ولا اللون تاع الاعشاب الصحراويه اللي تكون لون تاعها يكون يكون رايح جاف يعني اخضر جاف هنا زدت يعني حطيت حطيت عشب اخر عشبة هنا يعني في منطقة هنا باش نوضح يعني الموقع تاع العشبة حطيتها يعني مباشرة خلف السيارة باش نبين يعني واحد المشهد يعني ثلاثي الابعاد فقط من بعد يعني واش كاين اه هنايا حطيت وهنايا حطيت الغبار او الريح اللي حامل الغبار الصحراوي يعني ريح تكون صحراويه يعني ريح صحراويه اللي تحمل الكثير من الغبار في مشهد كما هذا يعني اعطتنا واحد عطتنا واحد هكا رايح للاصفر واحد المشهد يعني مشهد مشهد حربي ولا مشهد صحراوي يعني <applause> اللي نشوفوه بزاف في الافلام هنا يا زدت درت يعني دوبليت العشبة هذيك الثانية زدت كبرتها شوية حطيتها خلف السيارة وبعد وليت نرتب يعني لايرز توعي ونعدد فيهم دوبليكيت باش اه يكون المشهد شوية يعني باش يكون متزامن ولا يكون طويل شوية مع الاخر فنجمعهم يعني كل اه كل كلير كل والدوبليكي تاعو يعني نجمعو في اه في فولدر واحد هادو كامل كما راكم تشوفو في الافتر ايفكت ونغير الالوان وكذا تما باش نفرق بين اللايرز آه كما راكم تشوفوا هنايا يعني المشهد آه تقريبا راهو واضح المشهد تاعنا راهو تقريبا كامل في حركة للريح وحركة اعشاب متوافقة مع الريح وحركة يعني للسيارة حركة للسيارة في مكانها يعني مشي حارة مشي السيارة يعني رايحة تتحرك رايحة للامام والخلف وإنما انما شو الهيكل تاع السيارة يطلع ويهبط احنا يعني اجوتينا ولا حطينا طيور حطينا سير طيور سيرب تاع طيور بالخلفية الخضراء ومن بعد عزلنا يعني نحينا الخلفية الخضراء تاع الفيديو تاع الطيور وحطيناهم يعني في المكان تاعهم المكان تاعهم وين راح يكون راح يكون بين بين السيارة والانفايرمنت يعني راح يكونوا في السماء على كل حال بطبيعة الحال ما راح يكونوا في الارض راح يكونوا في السماء أه كما شفتو يعني عندهم واحد شويه ستروك أه جاي شويه أبيض أه مي أه راح نحو باذن الله نكبره شويه الاخر باسكو باش يجي يعني الانطلاقه تاع الطيور تكون من أه يعني من حافه الفيديو يعني حافه الفريم حتى لحافه الفريم يعني احنا راح نحيو هذاك نحاولوا نحيو هذاك ستروك تاع الستروك هذاك الابيض باش تكون شويه يعني شويه واقعيه شويه منطقيه <applause> يعني نوعا ما يعني لانه جوده تاع الفيديو شويه منخفضه ماهيش ماهيش 4K كيما كي راكم تشوفوا هنايا المشهد آآ مشهد آآ نقدروا نقولوا 80% يعني تم شوفوا بسرعه يعني شوفوا لازم توجور ولا لازم كل ما ولا كل ما نركبو يعني مشهد ولا نركبوا نركبو يعني اسيت نشوفو يعني المشهد تاعنا كيفاش يكون اين الاخطاء وين لازم نعدلو كيما هنايا عاود لاحظت خطا يعني في العجله مع في العجله مع مع الهيكل تاع السياره نحاول يعني انا كنت متعب <applause> كنت متعب وما كنت عارف يعني كيفاش نركب اللاير ما يعني كنت طارق العينان ماي هاند يعني ما كنتش ما كنتش نحاول يعني نفهم بزاف في, في, الامر و يعني نصيحه نصيحه كي تكون يعني حاب تخدم عبسه يعني حاب تخدم ارت اي ارت يعني ديجيتال ارت ولا تخدم مع مشهد سينمائي ولا تخدم ثري 3 دي ارت ولا اي شيء يعني اي شيء حتى التعليق الصوتي ما تخدمش انت عيان ما تخدمش انت كاره ما تخدمش انت عيان خدم وانت يعني حاب تخدم خدم وانت يعني مرتاح ما تخدمش انت متعب خاصة في الأمور هذو اللي تتطلب يعني تفاصيل ودقة وتتطلب يعني تركيز خدمها وانت يعني في أريحية مرتاح كيما هنايا يعني هنايا يعني 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 العجلات اذا راكم ترو ماركيو درت لهم في الفوتوشوب درت لهم ستروك <applause> يعني خطا 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 تاع مبتدا خطا تاع مبتدا من بعد يعني حتى عاودت تداركت الامر في, في النهايه يعني و ونحيت ستروك هذا كيما راكم تشوفوا هيك شتو وين حطيت دوكا الماسك كاين واحد ستروك هكا على على العجله وعلى العجلات كامل يعني درت لهم هذاك الشروح باش يبان واحد ال... باش نغطي واحد الفراغ بين ال... بين العجله والهيكل ولكن هذا خطا يعني الانسان إن ما لازم يطيح فيه آه لذلك عاودت تداركت الامر في النهايه ونحيت السروك هذاك يعني راح تلاحظوا الامر من بعد ونظن انكم شفتوا في المشهد في الاول يعني ما كانش يبان الشروك هذاك تاع العجلات هذوك الحواف هذوك العجلات هم على كل حال مع يعني مع غبار هذا يعني مع الريح هذا وكامل ما راحش تلاحظوا هنا حطيت حطيت الانفجار حطيت الانفجار خلف حطيت الانفجار خلف الـ خلف الـ خلف الجبل الجبل اذا تشفاو في البداية يعني عزلته وحده من بعد حطيته في حطيته امام ولا حطيته في طبقة بين Uh, بين السياره والانفايرومنت يعني في المنطقه ولا في المكان uh, ولا بالترتيب المنطقي تاعو من بعد خلف الجبل حطيت الـ حطيت الـ حطيت, الـ حطيت الانفجار هذاك هنايا uh, هنا كرييت كرييت كاميرا كرييت كاميرا باش ندير واحد ندير واحد التاثير يعني يدوي تاثير تاع شت كي كيصرا انفجار صرا واحد الزلزله هكا يعني في في المشهد صرا واحد الزلزله في الكاميرا حبيت نختلق هذاك هذيك الزلزله هذيك حبيت نديرها يعني يعني يدويا هنايا يعني حاولت نخد... نخدم هذيك الزلزله دير روتيت دير روتيشن دير يعني تقدم ولا تاخر يعني الكاميرا تحركها يعني تحركها في اي جانب تحركها في جميع الجوانب برك لازم تحترم التايمين ولا تحترم التوقيت بين كل كي فريم وكي فريم ما تديرش يعني مديرهاش تكون شارب ما ديرهاش يعني الازمنه تاع التحرك حتى الكاميرا ما يكونش بزاف وما يكونش بعاد بزاف اذا كانت بعاد بزاف راح تكون بطيئه الحركه هنا الزلزال ما, تكون يعني, ما يعني الامر هذا ما يوضح بانه الشيء هذاك زلزله توضح بانه شغل المشاهد ولا اللي راه حاكم الكاميرا راه يحرك الكاميرا بهذه الطريقه ولكن اذا يعني درتها بين وبين يعني ما درتها قريبه ما درتها بعيده راح توضح لك ولا راح تعطي واحد الشعور تاع زلزال يعني زلزال راح نشوفوا الامر هذا في نهايه يعني تاع تعال تاع الامر هذا يعني راح نشوفوا الشيء هذا هنا اه وش درت هنا يعني اه رحت نشوف مكان تاع البدايه تاع الانفجار يعني هنا الانفجار هنا وش رحت درت حاولت يعني هذيك يعني موضع الزلزال والتوقيت الانفجار السياره مثلا يكون عندها واحد الردة تاع اللي هو شغل تتزعزع بزاف يعني راح ترتد بزاف راح تصعد وتعاود تنزل ما راح تصعد بزاف يعني ماهيش عفسه يعني ماهيش انيميشن تاع خوارق الطبيعه راح تكون شغل صعود وهبوط يعني يكون نوعا ما منطقي راح نطلعوها ونحطوها يعني تطلع وتهبط ومن بعد تبقى يعني دير واحد الردة تاع فعل تاع الهيكل هذاك يطلع ويهبط غير بالعقل ومن بعد يعني نوعا ما تتوقف وتبقى تأثير تاع الريح تا يعني تاع الريح تاع تا الصحراء من بعد هنايا رحت للعجلات العجلات راح يتبعوا الهيكل في الصعود مرة واحدة فقط يطلعوا شوية على الأرض وبعد يعودوا يهبطوا بامر منطقي يعني بصعود وهبوط منطقي يعني منطقي نوعا ما يعني انا نعطيك الفكره نعطيك الفكره وانت عاود تطبق انا هنايا يعني كنت نخدم وانا متعب ونحاول يعني كي تكون متعب والله خطا كي تخدم وانت متعب تخدم وانت تليكيدي يعني في البروجكت لكن الحمد لله يعني انا اتضح لي انه المشهد كان نوعا ما من حسن الى جيد، منقولكش جيد جدا ولا ممتاز، من حسن الى جيد ماهوش يعني مقبول ماهوش يعني مشهد سيء، حركنا الهيكل ويتبعو تتبعوا الـ العجلات الاربعة او العجلات الثلاثة هنا في المشهد، اذا يعني نطبق الامر ومن بعد يعني نشوف. طبق الامر ونزيد نشوف يعني نلاحظ الامور اذا كانت في خطا اذا كان في يعني انا يعني نتعامل بالفيلين بشعور وعينك ميزانك والبويس اوفر نخدم ب ب بوذنك ميزانك وفي يعني في الامور هذو في المشاهد وكذا نخدم بعينك ميزانك هنا غيرت الـ غيرت السنكر بوينت تاع الظل حطيتها عند ال عند العجلة الأمامية اللي ملهيك هيك حتى حتى الظل يعني راح تكون عنده هذا الحركة بسيطة راح يتبع ال يتبع السيارة يعني في الحركة تاعو يميل شوية يعني و ولا. راح تكون يعني نوعا ما منطقية ما راح تكون يعني حاجة كبيرة كبيرة لأنو يعني, يعني الحركة هذه سريعة حاولت نوعا ما يعني نمد واحد فعل منطقي ولا مشهد منطقي كما تشوفوا زعزعة تاع الكاميرا وزلزلة يعني زلزلة تاع الكاميرا وزلزلة تاع السيارة يعني تتزعزع نوعا ما في التوقيت تاع الانفجار تاع الانفجار تاع الانفجار اللي أم السيارة يعني زي يا كما راكم تشوفوا أه واش تاني هنا ينظن اني ما تقبلش يعني الانفجار هذاك قلت إن يعني الشكل تاع الانفجار هذاك بان لي شويه سريع وشويه يعني ماهوش مطول قلت نغير الانفجار يعني حطيت انفجار اخر حطيته في نفس الموضع تاع الانفجار السابق الله هيك شغل عينك ميزانك يعني نتعامل مع الامور هذو بعيني ميزاني بالفيلين بالشعور بال شو الله راك ترسم فوالا هنايا التاثير تاع الانفجار خلف الخلف الجبل كما قلت لكم والله امور يعني الانسان يكون يمارسها يعني تقريبا يوميا راح يكون محترف فيها بزاف شي هذا والله تقدر تخدم به يعني تقدر تخدم به كونتنت تقدر تخدم به محتوى بزاف رائع خاصة في الكونتنت تاع السرد كونتنت تاع القصص يعني تحكي قصص ولا تحكي يعني اخبار ولا تقدر تستعمل المشاهد هذا وتقدر تخدمهم من روحك يعني بلا ما بلا ما تطيح رايت ولا تروح يعني للاي اي تروح لدافنشي ولا تكري آه تكري يعني صوره كيما هذه انا هذه الصوره كريتها ماشي دافنشي ليوناردو اي اي ليوناردو آه ومن بعد يعني فككتها كيما شفتوا بالفوتوشوب في البدايه وهادو يعني الانفجارات وكذا كما راكم تشوفوا تقدر يعني تيليشارجيهم ولا تحملهم من اليوتيوب باش ما في الكوبي رايت ما في حقوق النشر امور تقريبا تتطلب يعني تتطلب وقت باش باش تخدمهم حتى يعني تكون محترف فيهم ولكن يعني تقدر تخدم المشاهد هذو وتستعملهم في كما قلت لك في المحتوى تاعك راح يكون محتوى يعني محتوى بزاف احترافي احسن احسن من انك تيلي شارجي ولا تحمل يعني مشاهد من افلام ولا وقادر اصلا ما تكونش متطابقه مع المحتوى اللي راك حابو تكونش متطابقه مع مع واش راك حاب وفي نفس الشيء يعني هذه مشاهد هي ثنائيه الابعاد تكون زعما ما تعرفش البرامج ثلاثيه الابعاد ما تعرفش تتعامل معها ولا ما عندكش الوقت اصلا باش تخدم كونتنت بالثلاثيه الابعاد وكذا تقدر تتعامل مع الصور بهذه الطريقة أه بفوتوشوب تفككها بعد تخدم يعني تدير تركيب وانيميشن وكذا بالافتر إفكت وحتى في بريمير يعني تقدر تزيد كولر جريدين ولا يعني كولر كوركشن وتقدر تزيد واحد يعني وحتى يعني تقدر تدير واسمها الاس او الساوند اف يعني المؤثرات الصوتيه كما الانفجار هذا درت له مؤثرات صوتيه صوت الريح ثاني حتى انه الصوت تاع تاع السياره كي تكون يعني تطلع وتهبط عندها الصوت تاع الحديد هذاك شفتوا الباب الصوت تاع الباب هذاك بس الباب المصدي هذاك تقدر دير هذاك الصوت ولا الصوت هذاك تاع الدوح هذاك احنا كيما نقولوا بالدارجه الجزائريه نسموه تزريط او يزريط شو السياره ثاني تزريط واحد النوعين ما الحديد الحديد في الحديد يدير واحد الصوت هكا تقدر تستعمله وهذه هي وكما شفتوا ولا كيما راكم تشوفوا يعني المشهد النهائي خرجنا بهذه الطريقه نتمنى انه ما كنتش ثقيل عليكم ونتمنى انه الفيديو عجبكم اذا يعني تحبوا يكون تكون دروس كيما هادو ولا تكون يعني مشاركات اعمال كيما هادو سواء في المشاهد كما هادو ولا حتى في الرسم أه نتمنى يعني تدخلوا لي تعليق ونتمنى انه تدعموا القناه كان معكم قدوري والد في هذا الفيديو تهلاو في دينكم تهلاو في والديكم السلام عليكم